هذا تيجد اون فامي من بعد يتفنوض في الدار ينحصل يبيسد في سد الفرقه الدرك الوطني للصنام تعاوننا اكثر خيرهم طبع علينا سلكنا هذا كله نساد بيا حسن المعامله ربي يعاونهم وربي يوفقهم ان شاء الله. سخرت المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بالبويره جميع امكانياتها البشريه والماديه لتامين المواطنين وتقديم يد المساعده مع تسهيل حركه المرور خاصه خلال التقلبات الجويه في هذه الايام، وكل هذا بالتعاون والتنسيق مع مديريه الاشغال العموميه والحمايه المدنيه، حيث قمنا اليوم بفتح الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويره وتيزي وزو. وتبقى وحدات الدرك الوطني لولاية البويرة مجندة من أجل الحفاظ وحماية المواطنين.